طبعا كلكم ريايل ما شاء الله. خليها تسكت معالي الرئيس، ما يصير تقعد تبلبل كل شوي. أنا في لجنة الخدمات، وقت الساعة لجنة الخدمات، لكن أنا لم أوافق على هذا. ولكن جاءنا اليوم لأن احنا نطالب بمساواة الرجل بالمرأة، لأن أن احنا نقرب كل هذه السهولة بدون ضوابط راح نظلم كثير من نساء البحرينيات. أنا تكلمت عن استحقاق الزوج بدل ما يكون عاجز، يعني لازم يكون منتف وعاجز وقاعد وتعطونه الراتب، اعطوه الراتب وهو صاحي. نعم. ياخذ بيزاته ويرد يعرس. يعني هذه بس وانتم تتكلمون يعني خطرت على بالي ذي الفكره يعني. فيعني شوفوا الامر عندكم سلمكم. اذا توفت الزوجه راح ينقص الدخل على الاسره نفسها، ربما قد تكون هناك ديون، ربما قد تكون اقساط، ربما هناك امور معيشيه. اذا ما كان في مستحقين وين يروح معاش المراه؟ حق الحكومه. احنا اليوم نبي نطبق المساواه والعداله بين الرجل والمراه،